نحن حريصين على أن نكمل تفاوضنا مع المجلس العسكري متى ما دعا إلى ذلك ومتى ما تزحزح قليلا عن هذا الموقف المتصلب، وبالتالي نحن حريصين على نقل السلطة إلى سلطة مدنية وبشكل سلس. عشان كده لن نتعامل مع مثل هذه التصريحات بتشنج ولا بردود أفعال. شركات بتقدم خدمات للمواطنين، اعلنا انه بنعتذر عن تقديم الخدمات ليوم الليله وبكره، متضامنا مع الثوره، تضامنا مع الحريه، تضامنا مع العداله. ورقه الضغط على المجلس العسكري، عصيان الاضراب والعصيان، ان شاء الله يعني حيبقوا خطوه كويسه بحيث انها تتحول لمدنيه. بكره مالنا؟ بعده؟ ثاني ثاني مدنيه. من قدامنا الدول الكثيره، شفنا دول بيقودوها ناس مدنيين ومدى شنو التطور حصل فيها، فنحن عشان كده شنو عندنا مطالب، عندنا دم بتاع شهدائنا، اخواننا طلعوا، نحن طلعنا برضه، تعرضنا لبومبان، تعرضنا لاحتغالات، زملائنا برضه هنا في الشركه كويس، فنحن دايرين شنو اول حاجه نجيب لهم مطالبهم ونحقق المدنيه بتاعتنا. في الحقيقة من أهداف الإضراب أنه نطلب مطالب المجلس العسكري أنه يعيد سلم السلطة للمدنية 100% عشان نعيد هيبة المصارف ونعيد هيكلة الدولة إن شاء الله، هيدا المصارف ونعيد الصيغة للبنوك، نعيد هيبة البنوك إن شاء الله المصارف. تجمع المهنيين دعا لإضراب يوم 28 و29، وإحنا لبينا الإضراب ده لأنه نحن مع كل المتطلبات اللي بتتطلبها الحكومة المدنية، نحن بنرفض أي حكم عسكري منفرد. عبارة عن معازرة للشهداء ومطالبة بحقوقنا المدنية عشان نوصل لحكومة مدنية ونخفف شوية على التماطل العسكري الحاصل. ما في ولا صراف واحد شغال لحد الان والحمد لله، وبكره برضه ان شاء الله يضرب لحد ما تسقط وتبقى مدنيه ان شاء الله.